قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بتوقيع اتفاقية تشييد المبنى الرئيسي لوزارة المواصلات والاتصالات بالمحرق مع السادة شركة الجميل للمقاولات، وذلك بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. وصرح وزير الأشغال بأن تكلفة تنفيذ مشروع المبنى الرئيسي لوزارة المواصلات والاتصالات تبلغ 7,733,290 دينارا، ويتكون المبنى من 7 طوابق، ومن المؤمل الانتهاء منه في النصف الثاني من العام 2021. وقد أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكافة الإدارات المعنية بالوزارتين على حسن التعاون والتنسيق في هذا المشروع الهام الذي يتم من خلاله جمع إدارات الوزارة في مقر واحد، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة في العمل. وأشار إلى أن الموقع الجديد للوزارة بالقرب من مطار البحرين الدولي ينسجم مع أولوية مشروع تحديث المطار الذي شارف على مراحله النهائية، وهو من أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات. طبعا أحب أشكر جميع العاملين بالأخص وزارة الأشغال، الأخوان في وزارة الأشغال على جهودهم، وأيضا فريق وزارة المواصلات، وأشكر أيضا المصمم البحريني اللي هو شركة دار الخليج الأخ أحمد بوشيري. نتمنى أن يكون المبنى يكون آخر المباني الحكومية المبنية، فلازم يكون أفضل المباني الحكومية. طبعا قطاع الوزارة تشمل قطاعات كثيرة، المبنى بيضم قطاعات النقل الجوي، طيران مدني، والنقل البحري للموانئ، وايضا النقل البري، وايضا الاتصالات والبريد. ان شاء الله يكون يعني معلم جيد في مدينه المحرق قريب من المطار، ويستفيد منه جميع الموظفين والمراجعين لوزاره المواصلات والاتصالات. روعي في التصميم ان المبنى يكون صديق للبيئه، واستخدام المواد الصديقه الى البيئه، و الموضوع الطاقة أعطي الاهتمام هذا على أساس أنه يكون هناك خفض لاستهلاك الكهرباء. نحن نتمنى أن يكون هذا المشروع مشروع رائد، وإن شاء الله سوف يتم إنجازه خلال 24 شهر.